مربط بتحاول نجاوب على بعض أسئلتكم. يلا راح جيب فرسك ساعد عجي. سعد الله أوقاتكم كثر محبة. اليوم فيه إصلاحات وترقيع على اللي كسرتها فيه. الله يعطيك العافية. أسئلة هذا ما في شيء. الا والله هذا عيب عليك. سعيد من هنا هذا يبغى له شوية. اللي من هنا. ترى أنت ليش حاط البيض هنا؟ هذا تختبر صح؟ أنت قاعد تسوي الاختبار يقول اللي يطلع فوق خربان واللي ينزل تحت كويس صح؟ هذا اختبار ممتاز يا بتر. أول شيء يقولوا ما شاء الله تبارك الرحمن على دجاجنا ما شاء الله. هذا كله محرقة. أنا زبطت هتلب هذا. تنفضها فوق تنفضها فوق. كسر ولا وش بك؟ أنا واحدة من كسرة كبيرة. طشها. طشينها. قول ما شاء الله. يلا زبط فرسك. اليوم ما عندنا صلاحات في المربط. صبات مرة من عجلة. لازم نسوي. لاحظوا. الترقيع هنا بال. بعض الأشياء. الله يشجرنا هذا اللي زرعناه هذا كم مرة تذكرونها. حية ميتة حية ميتة ما تعرف لها. أما الياسمين الهندي قضوا عليها الغليمين قضية. الله وكيلك كسروا كل. سامحة هنا. ركبوا البيبان حطوا سامحة هنا. يلا زبط زبط فرسك. يا ولد لا 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 كذا لا كذا لا كذا لا هنا البيبان اول عندنا وصلتي عودوا العيال قالوا خلاص لازم نحطها وصله واحده لان عانينا معها كثير ما قصر زبطوا هالشباب زبطوا هذا الواحد باب هذا باب مو هنا ثالث هنا باب بعد باقي عاد عندنا هذا وذا كلها باقي ان شاء الله وقت الموجز بنسوي ان شاء الله فقرات هنا طبعا تهلي يذكرون البويا ما كملنا اول احنا وقفنا لحد الان ان شاء الله في نحاول بنكمل هذه كاملة بإذن الله كثر تاكل هذه العلكية الله على العافية قفل اللي عندك يا بيبي قفل الله يصلحك اليوم عندنا لا 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 ما ينفعش كده ما ينفعش كده يلا روح ارجع ارجع ثاني مرة ما ينفع كده هيا يلا الله علينا هوا ما تشرب معدلة يا متابعين الكرام الأعزاء الله رنا غير نكتب الصوت بعدين هيا انطلق بسم الله ما شاء الله والله مشهر من بدري لا تعلم تعلم ان شاء الله تعلم ليش زعلان؟ سعد يتعذر بالهواء وحطنا له هذا على الجهة المعاكسة وجانا من هنا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله والبطل سعد
ايوه اسلم 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 كفو 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 اسلم اسلم اسلم. طيب ما فيك شيء، طيب ما فيك شيء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. صقعك غير اضبط نفسك. ولا اهم شيء. الله يقلع ابليسك. كيف انت؟ روح راح جيب اخوك ماء، راح جيب مويه من السياره، راح جيب ماء من السياره. ليه سرقي ساعد على خفيف. طبعا ساعدت على راس الله يساعد. سلامات على خفيف. سحبة واحدة لا تلها، سحب سحب كذا لا يخلى سحبة واحدة وابتل. بسم الله ما شاء الله. أول شيء يا جماعة الخير، أي واحد يشوف الشيء يذكر الله سبحانه وتعالى عليه، على الولد ولا على الفرس ولا كمل كمل. ليه لا تسحب لها؟ انتبه الفرس كوش تقطع عليه. قديش؟ زي ديناري. ها؟ دينار. كيف؟ دينار أم دينار وابو دينار. بس كده. ها؟ بس كده. لازم يخرب. وش تقول انت؟ تقول اصبع واحد؟ تبغى يمسك اصبع واحد بس؟ ما يصلحك ان شاء الله. يلا الان جاوب على اسئلتكم. اي بنسوي لكم فقره المجاوبة على بعض الاسئله. اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير ومحبه. الان فقره المجاوبة على الاسئله. طبعا اللوكيشن الخارجي اللي حوالينا ولا هذه لا تدققون فيه، لان احنا مربط وطبيعي فيه حشرات فيه مدري ايه فيه فيه فيه. فيعني حاولوا انكم بناء على طلبكم، يعني احنا ما نبغى نجاوب لكم الأسئلة وحنا في البيت، يعني على نفس الفلوق ونفس الوضع اللي حنا فيه. كم عمر سعد وكم عمر بتال؟ هذا سؤال متكرر. عمر بتال 6 سنوات، شهر 6 الجاي يعني كم؟ 6 سنوات أو يبدأ بست سنوات؟ عمري سعد عمره 10 سنين. أحسنت. السؤال الثاني، سمحة شعبي ولا واهو بوراق؟ شعبي. أحسنت. طيب وين موقع المربط؟ هنا. ما ندري؟ ما ندري. فرحناكية. ما ندري. فرحناكية. ها؟
محافظة الحنكية منطقة المدينة المنورة. طيب كم عمر عدي؟ صغير. عدي عمره سنة وثلاثة شهور. أيوه. أربعة شهور تقريبا. لا سنة لا لا عمره. طيب نقول متى تشتري حق بتال سيسي هذا اخواننا من مصر؟ عشان عدي يركب ويطلق. لا والله يبغى نشتري لك. طيب ان شاء الله تعالى بدعمكم اقرب وقت نحاول باذن الله تعالى من الشهر الجاي بنشتري سيسي ولا بنشتري. طبعا يقولون متى تشتري البتال سيسي؟ باذن الله تعالى بنشتري له تقريبا بنحاول الشهرين هذه باذن الله بنشتري له سيسي. وبدعمكم كل ما دعمتونا اكثر واكثر ان شاء الله تعالى راح نستعجل بشراء يا سيسي يا بوني البتال باذن الله. طيب كم لكم في عالم الخيل؟ انا بالنسبه لي في عالم الخيل من سنه 1429 هجري. طيب تمام. انا من يومين عمري كان 3 سنين. وسعد من يوم كان عمره 3 سنوات وهو يركب الخيل. بتال ترى برضه ركب الخيل وهو عمره تقريبا 3 سنوات وكله طحتي. وحدة زلطت خشمة. طيب من متى سمحة معكم وكم عمرها؟ سمحة أي ممكن اللي الشيء اللي ما تعرفونه. سمحة بعمر بتال بينها وبين بتال تقريبا 12 يوم أو 20 يوم. أيوة بينها وبين بتال عمرها زي عمر بتال. الله الله. بتال أكبر منها تقريبا ب 20 يوم. 20 يوم 12 يوم حوالها. طيب كم عمر ديناري وكحيل؟ كحيلان عمره؟ كحيلان عمره 8 شهور وديناري عمره 11 شهر. طيب باقي كم يوم يصير شهر؟ طيب انا من الكويت. حياك الله يا اخوينا من الكويت. وصاحبنا عندنا صاحبنا هذا من ليبيا. يا سعد يقول لك ليش يوم ابوك سوى المقلب انت تبكي؟ طبعا الحب ما يسوي. الحب يسويها. طيب الامهار للبيع. الامهار للبيع بس ديناري مو للبيع. كلام بس للبيع. كل شيء للبيع بس الواحد يوصل. ها الامهار للبابا. كلام ما تبغى للبيع؟ ابغى للبابا. وش هي؟ طيب نقول الأسئلة كثيرة متكررة. نبغى سباق بين سعد والشباب مرة ثانية. أتمنى أنك تقول اسمي محمد هلال بإذن الله تعالى. قلنا اسمك الحين. تحية لمحمد هلال خوينا محمد هلال وصاحبنا إن شاء الله. الفرس حقتك يا سعد كم لها سنة عندك وبكم شريت ديناري؟ طبعا كم شرينا ديناري هذا سؤال نتحفظ عليه. والفرس لها السؤال اللي ما جاوبنا عليه سمحة زي ما قلنا لكم عمرها بعمر بتال تقريبا شهر 6 الجاي هذا في 24/6 أو 21/6 تكمل 6 سنوات بالضبط سمحة. طيب بس هو يعني وش قبيلتكم؟ وانا صاحبكم نواف مطيري. حياك الله يا نواف مطيري. تحيه لنواف مطيري. حنا طال عمرك سعد وبتال ابناء طارق بن عبيد الله الحربي. السحيمي الحربي هي نفسها. خلاص طيب لحظه خلينا نكمل الفلوق. طيب طارق السحيمي. احسنت. طيب سعد اذا كبرت ايش بتصير؟ وانت برضه يا بتال اتمنى تقولون اسمي افنان الحربي. حياك الله يا افنان الحربي. سعد ان شاء الله تعالى باذن الله اذا كبرت يعني وظيفه قصدك؟ وظيفه وطموح يعني في بين الوظيفه نقول الوظيفه يقولون وش بتصير يا سعد؟ وش بتصير يا بتال؟ هويه والوظيفه.
طبعا لا للهوايه، الهوايه والوظيفه. هي الهوايه والوظيفه. ايوه الهوايه اذا كبرت راح اتمنى اصير جوكي، والوظيفه دكتور ان شاء الله. ان شاء الله تعالى ربنا حقق امانيك انت يا بتال. وش تتمنى تصير اذا كبرت؟ تكفى يرحم امك لا تجيب العيد. رجال عشان اقدر اسوق واركب سيسي. الله يصلح. الله يصلحك يا ولدي. طيب نرجع ونكمل الاسئله، نشوف الاسئله اللي ما هي متكرره فرضه. طيب يقول لك ليش ما تسوون سباق ديناري؟ طبعا ديناري ما هو حق سباق، ديناري مهر، مهر يعني مهر جمال. واللي يقول برضه السؤال الثاني يقول هل ممكن نشوف ديناري في بطولات الجمال؟ نقول ان شاء الله. ان شاء الله نقول ان شاء الله. طيب عندنا هنا سؤال يقول هل تتبعون طريقة ركوب معينة؟ كيف؟ والله كيف ما فهمت. أهم شيء يعني في الخيل، لا لا ما عندنا طريقة ركوب معينة، طريقة ركوب اللي نركب فيها خاصة فينا احنا. طيب اصطب لكم كم لسنة وانت فيه أبو سعد وسمحة كم لها؟ سمحة جاوبنا على سؤالها، احنا برضه نحبك يا حبيبنا مكتوب سمحة. عاشق الخيل. فالاسطبل تقريبا الاسطبل له يمكن كده ما ادري يمكن 12 سنه 11 سنه 12 حوله. طيب سمحه هو قال سمحه متى كانت؟ خلاص سمحه علمنا احنا جاوبنا على سؤال. ان شاء الله توصلون 10 مليون مشترك، وقول حق سعد وبتال اني اعطيهم تحيه، وحنا والله نعطيك احلى تحيه وأطيب تحية لك، وإن شاء الله نوصل 10 مليون وأنتم معانا داعمين إن شاء الله. وبإذن الله تعالى نفرح أنا وياك. طيب أصطب لكم بالقصيم؟ لا جاوبنا عليه اللي في القصيم. يقول ليش علمت عيالك ركوب؟ بالنسبة أنا أتكلم الشباب اللي بسن عيالي أو اللي أكبر منهم شيء ولا أولياء الأمور، نتكلم الله يعني الدبان خرب أم الدنيا، نتكلم الخيل تراها مفيدة جدا شخصية الولد، تمام؟ تقوي شخصيته، تنمي عنده مهارات طيبة، تنمي عندها التركيز بالجسم، التركيز بالعقل، كل شيء، عرفتم؟ فإن شاء الله تعالى إن نشوف جميع واحد فيكم ربي محقق له امانيه باذن الله، ونكمل لكم. لحظة من وين؟ جاوبنا. طيب ليش ما تستخدمون كاميرا الجو برو؟ والله كاميرا الجو برو احلى، انا ما اعرف استخدمها يعني جربناها كم مره مع سعد، فان شاء الله فعلا صح تعيشكم جو الركوب، سواء اذا كان سباق ولا ركوب عادي ولا لقطه وتاده، ولكن ان شاء الله تعالى ان نسوي لكم مقطع سباق او فتح بالجوبرو باذن الله تعالى. طيب على كذا انتهت الاسئله، ونقول لهم لا كسرك كسرت تنبي عشان اترك كل شيء جديد ما راك في الاخر ان شاء الله.